وهلا حديث البلد مع ماريو باسيل. يعني شو بدنا نقول عنك؟ مسبع الكرات؟ أنا؟ أي. ما بعرف. خلينا نعدهم هلا. إنتاج مسرحي، تمثيل مسرحي، كمان كتابة إخراج، كتابة إخراج تقديم غنى هيديك السنة والسنة شو بزنس؟ بلاي روم، يعني هو بحد ذاته كبزنس. أوكي، بعدين غنى غنى وهلا ستريبتيز. هلا ليلى جنون. أحسن منى، أنا الليلة جاية كرمال سبب أساسي هو إنه أزمك على البرنامج لعنا. ياي أنا يا ماريو ليش حرام؟ أنت مع أكيب أنا وزوجي متفقين مع أكيب توك أوف ذا تاون مع ميشيل وكيتي بس أنا وزوجي متفقين. في كم لعبة؟ صرنا 23 سنة وعندنا ثلاث أولاد، يعني معقول أنا شايفني عم بعمل ألفا بادي؟ لا ما بتعملي ألفا بادي. قولي له ما بدي. نعمل الألعاب يلي انت بتطلبيها. لا انا بيشرفني يكون معك، واصلا اللي بيكون معك بتكون ضحكته هالقد كل الوقت، فاكيد العزيمه مقبوله يعني دغري. ثانك يو. اصلا منى انا رح اتحداكي على الهوا. طيب من شو لشو؟ خلينا من هلا. من شو لشو؟ شو من شو لشو؟ انا بقول لك من شو لشو. اذا انا رحت لعندك بيدفع ميشيل $1000، واذا انا ما رحت لعندك بيدفع ميشيل $1000. حلوين شو طاقة. لا انا مصر انه تجي لعنا. لا ان شاء الله وتقعدي قدام وكذا وتتسلي. انت بتعملي الاكيب تبعك، يعني توك اوف ذا تاون مع ميشيل، مع كيتي، مع مين بدك من الاكيب؟ اكيب حديث البلد. بتكون اكيب حديث البلد عم نلعب. بس بدي الالفا بادي تعمله كورين مدور. لانه هي كورين مدور. لا كثير ضعفانه كورين هلا. مع باسم كريستو. مع باسم كريستو وريتا. اوكي باسم كورين. ماريو انت اليوم دائما بتشكل الضحكه، بس الضحكه الهاتفه. انت دائما بتقول ميك لاف نوت وور، ونحن اليوم للاسف يعني عم نستضيفك بنهار بلش بانفجار. شو بدك تقول بهيدا النهار؟ شو فينا نقول اكثر من يلي عم نعيشه؟ انا ما عم بفهم، يعني انا زعلان اكيد، انا ضد كل شيء عنف، ضد كل شيء قتل، ضد كل شيء زعل، ضد كل شيء نيجاتيف، لانه بالنهايه العنف بيجيب عنف، السلاح بيجيب سلاح. مش البطل هو يلي بيربح حدا تاني، انا بالنسبه لإلي البطل هو يلي بيوقف دوره العنف. صح. وبيجيب بسمه، بيجيب حب حياه. مشان هيك انا مبسوط ببرنامج الليلة جنون، لانه ما خصه بالسياسه. عملنا شو ببلاي روم انا وميشيل كمان ما خصه بالسياسه. عم بعمل سهرات كمان ما خصها بالسياسه، لانه عرفت شو بعد بدنا نحكي. حلو نتسلى ونلعب، بحق لنا شوي يعني. واحة 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 من الضحك. ماريو بدنا نقول لك بشكل رسمي ألف ألف مبروك على انطلاقة ليلى جنون. اللي صاروا المشاهدين عمال ينطروا ليقضوا ساعة ونص من الضحك المتواصل، وأكيد الجنون بكل أشكاله عن جد. ماريو ليلى جنون هو النسخة العربية للبرنامج الفرنسي المعروف فاندردي تو تي بيرمي، أو نهار الجمعة كل شيء مسموح. فينا نقول ليلى جودي تو تي بيرمي؟ جودي تو دي إيل دين. إلا النكت ميشيل. إيه معك أنت منى، بتعرف أنا شهادتي صفت فيك كثير مجروحة كل الوقت، يعني أنا عندي إياك أنت يعني نحن بدنا نستثمر وجودك للآخر الليلة. أصلاً أنا عملت كل هيدي الموف بس تقدر تكون معي وتعزمنا على البروجرام. وعزمك على البروجرام. وتصير زميلة بالإم تي في. قبل ما
نكفي، خلينا ننتقل سوا على اجواء الليل جنون بهالبلاير اللي حتى تشوفه لازم تطلع بكاميرتك وتقول ايوه بلاير باسم. تفضلوا نجيب، تفضلوا نجيب ولبيب. ايوه مدير المطعم هو سامي. ايه والطاولات مش مرتبه، الكراسي منن مزبطين، والمطعم حالته حاله ابدا منا مقبوله. يا لبيب إيه؟ لك شو لك كيف بدنا نستقبل زبونات بهيك مطعم؟ طيب اول طيب شيء فهمنا انه رقبتك ملوقه، ضروري تقلب الارض كمان. يلا عم نظف عم نظف، خليك بهدله بهدله بعد يا سامي بهدله. لا معقول ليش 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 تستاهل تستاهل. يلا سويني سويني. أكيد بحب كمان حي إدارة الام تي في يلي دايوني من شان كريستيان جميل وميشيل مور، كمان ميشيل سنان يلي كثير له فضل كمان على إنتاج البرنامج. يعني عن جد عمل متكامل وكلهم بروفيشنال وبيعرفوا مظبوط. أنت بتعرفي إنه التلفزيون هو تيم وورك، يعني أنا ماني ما العالم فكرني إنه أنا بطل يا لطيف، هو في كتير عالم هو تيم وورك، بس المذيع فيه نجح وفي فشل. أنا الصورة البروجكشن يعني طبعا. المذيع فيه يفشل هالتيم وورك صراحة إذا ما عرف كيف بس بده. بس إذا التيم وورك كنا عرفوا نقوا أكيد أكيد بيمثلون. يعني أنا بدي أقول لك إنه أول سوربريز كانت لما فتنا حتى نصور أول حلقة من حديث البلد، شفت هيك ميزانين قلبة، قلت لهم شو هي ليه ما بيظبطوها؟ لا هيدا بروجرام ماريو الجديد. على كل حال اذا بدك قوم انا وياك نتفرج عليها ورا الكواليس، هيها هون بالاستوديو. يلا جد بدك تيجي معنا منيش؟ ماشي ميشيل ماشي ميشيل ما عندي شيء. تعال شوف وين بدك تبقى تزحف. خلوني شوفوا بس ما تكونوا عم بتصوروا على البرنامج، بس حاطين لنا تفركش حاطين لنا حواجز. هيدا الديكور هيدا بيت ماريو الجلسه اللوقه. هيدا بيتي 22 درجه معمول 22 درجه 22 دوغري، فبيصيروا هن يعني تمثيل حاله ضغط نفسي اكيد، يعني واحد عم يزحف وبده يا ريت كان فينا نفتح الباب لو محطوطين هالغراض حتى نحن نعمل فيك الضرب اليوم. كنا طلعنا انا وياك. لا انا اكيد ما راح اقدر اطلع، بس كان بدي اجرب اعمل فيك انا يعني رد له اياها. بس قريبا قريبا ميشيل ابو سليمان راح يطلع يزحف. بما انه هلا شفناها دريير لي كوليس، خلينا نرجع على حديث البلد. يلا اوعى ميشيل كان رح باللومه لومه. رح اتمرن عليها اذا بدي اروح لعندك قبل بوقت. ميرسي ماريو مصر للاخر. شعر ماريو الجنان. واو 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 شو حلوة المشوي مع منى والمشوي كمان. انت مالك كبير من المقدمين يعني الزملاء عندك بيير وسيرج وغيرهم الفنانين والكوميديين صاروا مصورين معك حلقات ناجحه جدا من ليلى جنون، بس مثل ما بيقولوا يعني ما في عرس بلا قرص، شو قصه الحلقه اللي ما راح تطلع على الهواء؟ صار فيها تعصيب وما طلعت كثير مهضومه، الحلقه اللي فيها توني ابو جوده فيها لورا خباز نانسي افيوني وفرح بيتار واجت نانسي افيوني معوقة. بس ليه يعني هالجو الحلو ليه حتى يصير في بدك نحكي الحقيقة؟ بدك نحكي الحقيقة؟ كان في تعصيب كان في تعصيب. انت كنت بالحلقة انا كنت معصب كثير بصراحة، انا بقولها علنا يعني ماني مستحي لأنه طلعت من ثيابي نطلنا ساعتين صار بلا ثياب. الله يساعدكم على هالمنظر. فما عاد تقطع الحلقه على الهواء. طلعوني من ثيابي صرت مظلط كيف بدي اطلع الحلقه على الهواء.
ناطرنا حوالي ساعتين ونص، ما بدي اذكر اسماء، احد الضيوف تاخر ساعتين ونص لوصل على الفلاتو. بس ما رجعت طلعت الحلقه حلوه؟ انا باعتقادي رجعت طلعت حلوه، ما بعرف ليش عم بيقول ماريو انه لا رح تطلع. يا اخي انا قالوا لي مش طايقينك يا ميشيل. لا حقيقه ليش، لا ليش طلع ما بعرف شو، ليش طلع قرار من الاداره انه ما تطلع على الهواء؟ شو هالمشكله؟ لانه بين انه في توتر يعني بالحلقه. لا بس بلشنا حتى بعد ما تشدت يعني بين، لانه اوقات بيصير يعني ما بيخلى. لا انا كانوا قالوا لي بس نسيت، قالوا لي بذات النهار انه هيدي الحلقه ما رح تزبط. اه اوكي بس ما حبيت اقول له لميشيل. هلا ما عم نفهم بدها تطلع ولا ما بدها تطلع؟ ما رح تطلع بس انه ما حب يقول لك انه انت كنت مبين معصب. لا ما كنت مبين معصب بس بلشت اللعبه يسمحوا لي في شيء بالتكنيك انا بتحديهم. اوكي حلو 1-0. تمام شوفوا قلبي شو طيب بس يا باسم، قلبي شو طيب بيضحكوا علي اثنيناتهم. هيدا اول مقلب بنعمله بالبروجرام بميشيل ابو سليمان، زقفه كبيره. واهم شيء اهم شيء بهالمقلب هو اللي بتحداكم. ما تنسوها هيدي بالاخر. كيف قلتها؟ اياها اللي بتحداكم. في غلط بالتكنيك مش بالمود تبعي انا رجعت بس بلشت. لا ميشيل انت ما كنت بروفيشنال. لا 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 الحلقه رح تنعرض عملها في شيء بالتكنيك، في شيء بالتكنيك غلط انا بتحديكم. ماريو البلاي روم مستمر بعروضه الترفيهيه المنوعه، الكوميدي نايت مكمله مسا كل سبت وقريبا رح تعرضوها بدبي من بعد ما عرضتوها بباريس. الكوميدي نايت هيدي رح تكون اخر ايامها، من بعد الاعياد رح توقف. اه اوكي، هيدي الكوميدي نايت اي رقم؟ هيدي السيزون اذا بدك 6، بس هي سميتها كوميدي نايت شو لانه نقلنا على بلاي روم وصار في دانسر. ما بقى رح يكون في كوميدي نايت يعني بقى؟ ما بعرف، بس هلا رح توقف باخر شو يعني من بعد العياد، فيلي بعد ما حضرها اذا بحب يلحق حاله. الخميس الموعد عم بيتجدد مع سيفو. الخميس سيفو مسرحيه بعد امبريونير كثير حلوه كثير مهضومه، في ميشيل الشيف دوركستر فيها، في كذا، في 15 فنان، في كذا ايه فيها 15 فنان وعم ما فيها سياسه. نعم فيها تقليد كثير، فيها ستاند اب، فيها سحر، فيها مواهب كثير، فيها مواهب يعني لانه عن جد عرفنا من السياسه منى. خلص بدنا نظهر، بدنا ننسى، بدنا نظهر. ايه بسيفو ظهرنا، بسيفو ظهرنا كومبليتلي يعني. شو حلو كثير وبعيد عن السياسه عن جد، وبتحداكم وبتحداكم. وبعد حوالي الاسبوعين رح بليز فينا هيدا اللي بتحداكم نخليها دائما هيك فلاش، ننزلها بحديث البلد نحطها على سامبلر. بس لا بدي اياها على البلازما. انا بعد حوالي الاسبوعين رح تطلق الستاند اب كوميكس مع جنيد زين الدين وعدد من الفنانين الكوميديين. اما يوم الجمعه فمحبي اسار هدول عم بيضربوا عليك أو ضارب على حالك الجمعة؟ لا الجمعة كيف عم ضارب على حالك؟ يعني بين اللي بده يحضرك على التلفزيون وبين بده يحضر لك؟ لا بتحضر التلفزيون بترجع بتكفي على هي بتبلش السهرة. اوكي بتبلش مؤخر. ايه يعني رح يكونوا ضيوف ضيوف الليلة جنون سهرانين بعدين بنجتمع كلنا. اوكي اللي بده يشوف الضيوف لكن بده يلحقهم على البلاي روم. على البلاي روم الخميس والجمعة. محبي السهر عم بيكونوا، انت شو دخل الخميس شو دخل عم بيكونوا بس هو في شوفوا 15 شخص الخميس حرام حتى نقطع له اياها، بيكونوا على موعد مع عرض البيرليسك هيدا نهار الجمعه اللي بيضم الرقص والغنى والموسيقى بتركيبه خاصه بتجمع اجواء البلاي روم والمولان روج. خلينا نشوف كيف البيرليسك بيكون بهالبلاير. بلاير باسم. خلينا ترايك اسمه بن سامي. مان فور ذا مان دو فور شو فيري ريدي ناو جو جيت يلا ماريو ستاي. ريد كلاب سيلي
ماريو باسيليان، شو معقول نعمل لك انترفيو بعد عنوان البروجرام تبعك؟ شو بده يكون اسمه الانترفيو؟ خشوا بالجنون. اوكي، ماريو باسيل وانترفيو جنون. جنون ماريو. ايه بدها، لانه هيك اكثر فكره جنون بتجي على راسك. اكثر فكره جنون لو بيقوموا كل يلي لحين زعمائهم يقبرون وما يعود في حدود بين بعضنا ونرجع نعيش حياه طبيعيه. عن جد بعدين هلا منيح الحال، منيح الحال ما علقوا ببعضهم انه كل جماعه تروح زعيمه. إيه؟ عرفت كيف؟ حتى ما يصير في انا نظمنا اياها انه لازم نوقف عنف شي مطرح تنتمتع بالحياه يا جماعه. سفره جنون عملتها. سفرة جنون في كذا سفرة جنون، واحدة منهم كتير جنون على البيرو. حلوة البيرو. ايه البيرو ما بيرجع. على ليما، على ليما. ليما كانت محطة صغيرة، رحت على الماتشو بيتشو، رحت على الأمازون. حلم جنون. حلم جنون. حب طير. عن جد حلو. انا كل ليله يعني كل فتره بحلم اني عم طير. تمر اوقات قدام بيتنا. هديك كنت عم تحضر التلفزيون اشرت لك. شوفك هنا. حديث البلد اي نهار بيطلع؟ خميس. بكره شو؟ الجمعه. بكره شو بتقول؟ الليله جنون. إذا بعد كلها جنون رح تتجرأ تجي كيتي. كيتي مجنونة أكثر منها. جني جني. رح تجيبيها على الحلقة؟ إذا ما قلت لها كل كثير حديث البلد معزوم أكيد. رح تجي على الحلقة. هاي كيتي. هاي كيتي. شو قالوا لك؟ اضحك كما تشاء. ماريو وميشيل لديكما 30 ثانية لتكوين حرف إكس لفقرة الفوادي. وين هون؟ لا هونيك بدي هون ما رح تساعد. تفضلها مع كيتي. هون؟ بدك انا اخف منك. بروم طيب. لا شو دوره؟ معك؟ يلا. لا بحطيه. يلا اكف. هيك نام هيك. انا ما بلعب لعباتي. يلا يا خيي. ماريو.